قبل اليوم صباحا كتبت تدوينة على الفيسبوك متعلقة بموقف كان لي شخصيا مع فضيلة الشيخ قبل حوالي 17 أو 18 سنة تقريبا. كان الشيخ الحبيب في الإمارات عندنا، وكان يعني هو كان له زيارة مرتين أو ثلاثة في السنة بيزورنا في الإمارات، وأتشرف بأن يكون أن نكون نحن ضيوفه في بيتي. نعم. وهذا شرف كبير لي. فكنت مع الشيخ، طلب أنه يحضر درس، يحضر الدرس ونناقش مع بعض الدرس اللي يكون بكرة. فخلص درس اليوم في مسجد بن القيم، أهم مساجد الإمارة أبو ظبي، الذي كان يعني منبرا تشع منه الدعوة السلفية في كل مكان في ربوع الإمارات. وتشرف هذا المسجد أيضا بالشيخ ناصر عليه رحمة الله، الشيخ الألباني. فالشيخ كان بعد ما يخلص الدرس بيحضر الدرس اللي بعده، بيحضر لليوم اللي بعده. فبيناقشني بيقول لي طيب شو رأيك إيش الدرس اللي ممكن نتكلم فيه بكرة، أو إيش السلسلة اللي ممكن نتكلم فيها. فقلت له ناقشنا، فقال لي شو رأيك مثلا حديث قصة سلمة رضي الله عنه وأرضاه، وهو محب كلف لهذه القصة، وكما هو محب كلف لكل قصص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أمين يا رب. قلت له طيب جميل جدا، وأخذنا نناقش القصة. بعدين في أحد المحاور التي أراد أن يناقشها، وهو هذه عادته، كلما أخذنا نناقش سواء كان في برنامج أو في لقاء أو في حلقة أو في أي شيء، يسأل ويبدأ يفرع الأمور في ذهني بداية قبل أن يقدم عليها، حتى إذا استوت قدمها للناس بعد أن تأكد من مصادرها بشكل دقيق. هذا الاسترسال وهذا الحضور، حضور الذهن، أسأل الله أن يديمه على شيخ الحبيب وأن يحفظه وأن يمتعه بالصحة والعافية. آمين آمين. قراءة دائمة، ولكن هو أيضا يتعب نفسه بشكل كبير في مسألة التحضير، فطلب أن يكون التحضير في شيء متعلق بالتاريخ. فقال لي عندك إيش الكتب؟ فقلت له للمكتبة قدام فضيلة شوف، قال لي طيب هات الكتاب الفلاني الكتاب الفلاني. قلت له طيب. فأنا قلت بين نفسي بعد ذلك ليتني مواطن، ليتني مطاوح، ولكن ما في مجال أن لي أن أعصي أمره حفظه الله ورضي عنه. وإياكم اللهم آمين. قرأ في الكتاب، أمسى ليلته كلها يقرأ في الكتاب من بعد ما رجعنا من الدرس على الساعة 10 10:30 مساء إلى الفجر، وهو يقرأ في مادة يعني الكتب اللي أعطيته إياها والمكتبة، أخذ منها ما أراد. وبعدين صحينا الصبح وصحي علشان يفطر، الله يفطر ويحفظ يا رب، وإحنا قاعدين على الطول فلقيته مهموم متضايق. فبقول له إيش فيك يا شيخنا؟ قال لي لا الامور، قلت له بس خبرني. قال لي والله انا امس طول الليل اقرا عن اندلس، فوالله كانما سقط البارحه. يا الله. والله كانما سقط البارحه، وكانما نكئ جرح الان، وكانما يعني يعتصر قلبي الما الان. حفظ الله شيخ. نعم. على هذا الحال والله اكثر من 3 ايام، وكان رافض حتى انه خلاص، قال انا مش نفسي غير قابل ان اعطي الدرس، كيف ضيعنا هذا المجد بين ايدينا؟ ولعل هذا يعني ما يحدث في سوريا وفي غيرها. نعم. من ضمن الامور التي نكأت جروح شيخنا الحبيب حفظه الله. نعم نعم. مهموم. نعم. انه مهموم بحال الامه، مهموم بحال حفظه الله. نعم. ولكن سبحان الله، هذا حال اصحاب القلوب الرقيقه. لعلها والله للاسف انا اقول، كنت اكلم اخي الحبيب ابو ادهم اولا بعد ما تأذي الشيخ مباشره، فقال والله هذا الكلام صفى على وجوهنا، كأن قلوبنا ما تستشعر. صح كنا متألمين، لكن ليس إلى هذا الحد الذي نمرض بسببه. وهذا يذكرنا بمن عاش معهم الشيخ، الشيخ عاش معهم طول عمره. مين هم؟ أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، الذين عاش يذب عن سنته وسيرتهم. هؤلاء الصحابة الأكابر، عمر رضي الله عنه وأرضاه يقرأ الآية فيعوده العواد 3 أيام بسبب مرضه من الآية التي يقرأها من كتاب الله تبارك وتعالى. فهذه السيرة وهذا الدأب الذي قرأه وتعلمه من سيرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم انطبع على حياته، ليست مجرد معيشة شكلية، وليست قراءة، وليست تكنيك واحد يؤديه بلا روح، لا، هي روحه، هي قلبه، هي حياته، سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، الصحابة الكرام. فهذا الكلام لا أقوله والله عن معرفة سطحية أو عن شخص قرأ. نعم، أنت خابرت الشيخ وعاشته فترة طويلة، وما زلت حبيبي الغالي فضيلة الشيخ إبراهيم، ربنا يمتعك بالصحة والعافية. أقرب إلى الله بحبه،
أتقرب إلى الله بحبه. نعم. عشت معه حين تقول عشت مع الإنسان، عشت معه في سفر، في حل، في ترحال، نعم، في غرفة واحدة، في حج، في رحلات مطولة، في شرق، في غرب. هذا ما لمسته في كل لحظة من لحظاتي مع شيخ الحبيب، أسأل الله أن يحفظه وأن يمتعنا بصحته. آمين آمين. أسلكت صدورنا بهذه المكالمة، وأسأل الله عز وجل أن يحفظك وأن يحفظ شيخنا الحبيب فضيل الشيخ أبا إسحاق الحويني وجميع مشايخنا. الله يبارك فيك. متعك الله بالصحة والعافية يا حبيبي الغالي، ربنا يرضى عنك وجزيت عنا كل خير. الله يفيدكم يا ربي. ربي يرضى عنك يا رب. رفع الله قدرك وحياكم الله واعذرونا أطلنا عليكم. لا والله ده احنا كنا حابينك وحابين نسمعك وما زلنا يا شيخنا، احنا عايزين على طول هذه المكالمات تسلك صدورنا. ربنا يمتعك بالصحة والعافية ونراك قريبا على خير، وتطمئنه دائما على صحة شيخنا الحبيب إن شاء الله. جزاك الله خير. وإياك في أمان الله. فضيلة الشيخ إبراهيم اليعروبي رئيس مجلس إدارة قناة الندى الفضائية، في أمان الله ورعايته، وسلام الله عليك ورحمته وبركاته.